تعالي اتفضلي. راجية انتي اخدتي عربيتي من ورايا؟ ردي قبل ما تسافري. اخدتي العربية من ورايا قبل ما تسافري؟ ايه؟ عربيتك قبل ما اسافر؟ لا ما افتكرش. لا ما حصلش. هو انا لو كنت احتجتها ما كنتيش هتديها لي؟ اكيد طبعا كنت هديهالك. طيب امال ايه الموضوع؟ انتي وديتي بنت عز الدين نديم المستشفى. ايه؟ ايه الكلام الغريب ده؟ ناس شافوكي وقالوا لي الكلام الغريب ده. الناس مين اللي شافوني؟ شافوني فين؟ شافوكي معاها في المستشفى وشافوكي راكبه عربيتي كمان. كدب طبعا، كدابين. واجهيني بيهم وانا اثبت لك ان هم كدابين. انا عمري ما شفت اللي اسمها بنت عز الدين ده في حياتي. انت متاكده؟ طبعا متاكده. هو انت تعرفي ان صديقه عمرك ممكن تبقى مجرمه؟ اكيد. لا طيب امال ايه؟ في ايه؟ طب سؤال تاني، انت ايه علاقتك بسيف؟ الله، هو في ايه يا حسنى؟ هو تحقيق ولا ايه؟ انت مالك النهارده؟ في ان انا عايزه اعرف ليه كل حلم انا بحلمه او اي حاجه انا بتمناها انت بتاخديها مني؟ انت مستوعبه الكلام اللي انت بتقوليه ولا شاربه حاجه قبل ما تيجي؟ لا انا مستوعبه كويس قوي انا بقول ايه ومش شاربه حاجه. عندك مثلا رائف طول عمره بيجري وراكي، واول ما يحاول ينساكي تصبريه بكلمتين وترجعيه من اول وجديد. حتى الراجل اللي عرفتك عليه برضه رسمتي عليه من ورايا. هو انت ايه حكايتك بالظبط؟ حسنى انا هعتبر الكلام اللي انت قلتيه ده ما اتقالش اصلا، وان انت ما جيتيش اصلا النهارده، عشان انا ما عنديش استعداد اخسر صديقه عمري اللي طلعت بيها من الدنيا. يا نير، مش قلت لك انا مش هيدي لي بالي لما تظهر براءتك واجيب لك حقك؟ الحمد لله. انت دخلت هنا ازاي؟ ما تخافيش يا حسنى، ابوس ايدك ما تبلغ عنها. انا ما حيلتيش غير هدي، لو اخدوها ممكن اروح فيها. ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش. على فكره سيف هنا عشان يساعدني مش عشان ياذيني. ازاي يعني؟ انا مش ممكن اذي بنتك يا حسنى، ريم ضحيه مش ممكن تخش السجن. هي فعلا ضحيه، ضحيتي انا، انا اللي عملت فيها كده ودلعتها زياده عن اللزوم من كتر حبي فيها. عملت زي الدبة اللي قتلت ولادها من كتر ما هي خايفة عليهم. ما تقسيش على نفسك، المهم دلوقتي ان احنا ننقذ ريم. ننقذها ازاي بس؟ مش هعمل اي حاجة في الدنيا غير ان انا هاخد بنتي وامشي بعيد عن هنا. انا عايزة اروح اي مكان ما حدش يعرفنا فيه. مفيش داعي للهروب، الهروب مش حل خالص. يعني ايه؟ على فكرة يا ماما، سيف لقى شريف وعرف مكانه. حسنى وعرفت خلاص ان انت اللي خدتي عربيتها يوم ولاده مريم، واوعي تفتكري انها صدقت دفاعك عن نفسك. اما كاميليا بقى عرفت عنك كل حاجه، ودي دلوقتي اهو جوابات بتجيلك لحد اوضه نومك. الله اعلم اذا كانت كاميليا ولا حد تاني. انت وسط كل ده رايحه تحبي لي جوز اللي انت قتلتيه واخدتي ابنها. هو دلوقتي مستني منك رسالة تقولي له بحبك أنا كمان.
هتبعتيها يا راجل؟ مبروك يا حبيبي تليفونك الجديد. ولا ليه لازمه ولا وقته ولا اي حاجه، بس الموبايل القديم بقى كان اتبهدل على الاخر خلاص وبيهنج طول الوقت، مش عارف اتواصل مع العيانين بتوعي ولا هم يبعتوا لي ولا انا ابعت له. موبايل هبه كمان كان بيهنج؟ قصدك ايه؟ قصدي ان هي كمان غيرت تليفونها زي ده بالظبط. انت نسيت ان هي صاحبتي ولا ايه؟ على فكره بقى هبه تليفونها كان بايظ اكتر من تليفوني بكتير. انا كمان تليفوني شاشته هتتحرق. شاشته هتتحرق؟ لا ده انت تتصلي له بالمطافي حالا. اوكي انت بتقلش عليا؟ مش بقلش عليك، في حاجه اسمها شاشته بتتحرق، الشاشه يا سليمه يا اتحرقت خلاص. قولي انك عايزه موبايل جديد. ايوه عايزه تليفون جديد زي ما جبت الهبه موبايل جديد، انا كمان عايزه تليفون جديد. طب يا ستي اللي تحلمي بيه انفذهولك في ثانيه واحده. بس انا مش عارف ليه هبه الفتره دي مركزه معايا جدا، دي عارفه كل مليم داخل وخارج من جيبي. يا سلام. اسكتي بقى اسكتي عشان انا بفكر اصلا هتصرف ازاي اول الشهر عشان اديكي مصروفي. نعم. خلينا في الموبايل ده جديد جدا، ده انا لسه جاي. ايه ده انتي خارجه؟ ايوه ماما. رايحه فين؟ رايحه المستشفى، في مريض عنده حاله هياج عصبي ولازم اروح اشوفه. ربنا يكون في عونك. قولي لي انت فيكي حاجه؟ حاجه؟ حاجه زي ايه يعني؟ انت متغيره اليومين دول. متغيره ازاي يعني يا ماما؟ فيا ايه؟ متغيره ازاي انت حبيبتي؟ ما بتساليش على ابنك وعلى طول بره، والواد على طول بيسال عليكي وانت ولا انت هنا. اعمل ايه يعني يا ماما؟ اسيب شغلي وافضل قاعده جنبه؟ معلش يعني فتره وهتعدي، هيبقى كويس ما تقلقيش. بس انت متاكده انه شغل؟ يا ماما يعني هيكون في ايه تاني؟ ولا حاجة يا حبيبتي، بس عايزة أقولك على حاجة. أنا مهما كان أمك، احكي لي اللي وجعك. حاضر يا ماما، هبقى أحكي لك يا حبيبتي، اطمني، تصبحي على خير. أنتِ من أهله. مع السلامة يا بنتي. عمرنا ما هننساكي. والكام سنة اللي قعدتيها عندنا بطول العمر كله. الله يسلمك يا خلاف، ديري بالك على حالك يا بنيتي. مع السلامة يا نضر عيني، يا بيت عمي ده. اسمعي يا بنيتي، راشد هيروح معاكي مصر وهيظل معاكي وقت ما تحتاجيه تلاقيه وتشوفي بيش قدك تسوي. والله هتوحشينا يا رفيد. في مصر يا بنيتي هتجيب لك مشاكل كثيرة، ما ينفع تكوني لحالك. رشد بيكون معاك، يوصلك عند قريبتنا من العرب قاعدة هناك في مصر، يقعد معاكي لحد ما تدبري حالك، شوفي ايش تسوي. هشوف وشكم خير، دي بالك على حالك. مع السلامة يا بنيتي. مع السلامة يا أبوي.
عايزاك أقولي ده رقم تليفوني، كلمني بس ما تقولش لحد. أي قفلت ولا لسه؟ طب كويس، أنا قدامي 10 دقايق وأبقى عندك. اوعى تقفل. مع السلامة. أهلا يا راشد. السلام عليكم. ازيك يا زبيدة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أهلا وسهلا. أهلا بك. دي رفايدة اللي هتقعد معاكي. أهلا وسهلا يا رفايدة، منورنا الدنيا كلها. ربنا يخليكي ده نورك. معلش أنا آسفة إن أنا جايلك في وقت متأخر زي ده. لا يا حبيبتي، ده أنتِ جايلي من ناحية الغالية. يلا تأمريني بحاجة يا رفايدة؟ لا شكرا يا راشد، تعبتك معايا النهاردة. تعبك راح، لو احتجت أي حاجة كلميني على طول. أكيد إن شاء الله. ايه يا راشد انت ماشي؟ اقعد كده اشرب حاجه معانا. معلش والله ورايا مشوار لازم اروح. طيب ربنا معاكي. يلا السلام عليكم. مع الف سلامه. اهلا يا رفايدة، اتفضلي اتفضلي. انت منوراني. انا اسفه انك اقتحمت خصوصيتك كده وجيت لك فجاه. خصوصيه؟ خصوصيه ايه يا اختي؟ انا عندي خصوصيات ولا دياوله؟ ده كلام كبير قوي. وبعدين ده انت جايه لي من ناحيه عارفه، وعارفه دي تامرني امري كده. وبعدين يا حبيبتي دي قالت لي ان انت حكايتك حكايه. ولا اي حكايه. دي لو اتعملت مسلسل يكسر الدنيا. لا ده انت كده تريحي ونعمل لقمه وتحكي لي على كل حاجه. مساء الخير. أهلا فندم. مساء الخير. حضرتك دي الكاميرا تقدري تحطيها في أي مكان في أوضتك، وممكن نتحكم من الأبلكيشن وننزل فيها كل اللي إحنا عايزينه. تمام، أوكي، يبقى نزل لي كل حاجة وتنزلي الأبلكيشن بحيث إنها تبقى جاهزة شغالة أي وقت. أوكي يا فندم. يعني انت بنت الملياردير عز الدين نديم؟ ايه ده؟ ايوه يا ستي، ده زمان الراجل قلبه مفحوط عليكي، وخصوصا يعني بعد اللي حصل له ده. ايه اللي حصل له؟ ايه ده وانت كنتش تعرفي بابا حصل له ايه؟ لا مش هو ده، ابنه الصغير بيقولوا ان اللي اسمه فارس منصور ده موته. تامر؟ وليه يعمل كده؟ وده حصل امتى وازاي؟ معرفش، بيقولوا ان هو حط له السم في الاكل او في العصير، حاجه زي كده يعني. ليه؟ مش عارفه بقى، تقريبا كده بيقولوا انه كان في مشاكل ما بينه وما بين ابوكي. بقول لك ايه يا مريهان، انا من رايي يا اختي تاخدي نفسك وتروحي له على طول، اكيد محتاجك جنبه دلوقتي. اكيد طبعا. ايه هتروحي له؟ لا لا. ليه؟ محتاجة أصبر كام يوم كده. وليه يا حبيبتي هتصبري؟ في حاجات كتير محتاجة أعرفها قبل ما أعلن ظهوري. مش كل الناس بيجيلها الفرصة تعرف اللي حواليها بيحسوا بإيه بعد موتهم، وأنا محتاجة أعرف مين حزن عليا ومين فرح في موتي. يعني هو ده كل اللي همك دلوقتي؟ إزاي؟ أنا لسه في طار ما بيني وما بين الست اللي اسمها راجية دي، خصوصا ان انا متاكده ان هي اللي خطفت ابني. بس انا خايفه لا قدر الله تكون عملت في الولد حاجه. لا 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 لا، ان شاء الله ما يكونش حصل له حاجه، بس انا متاكده ان هي مفهمه دلوقتي ان هي اللي ام حبيبتي. بس ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ هي كانت متعلقه بيه، مستحيل تاذي. ويا عيني يا اختي على ابو ده زمانه بيلف كده حوالين نفسه. نايم ما كانش يعرف اصلا ان انا حامل. لا ده انت حكايتك حكايه. طب وناويه تعملي ايه دلوقتي؟ هقابل روشد بكره واشوف هعمل ايه. ربنا معاكي يا حبيبتي، تحب اجي معاكي؟ لا لا مفيش داعي يا زبيدة، انا بحكي لك اللي هيحصل.
تمام كده الابلكيشن نزل تمام. وهوصف حاجة برضو لو حاجة حبت يعني فيما بعد نتنزل لو نغير الموبايل وننزل الابلكيشن ونفضل بنفس الداتا بتاع الكاميرا زي ما هي. تمام متشكرة قوي. في خدمتك في عمنا معلقية ده مكانك في خدمتك بسي قوي. أدفع فيه تفضلي. متشكرة قوي. نورت الدنيا بس. طبعا أنا بشكر حضرتك جدا إن أنت لبيتي دعوتي وجيتي النهاردة رغم مشاغلك الكتيرة ومشاكلك الكتيرة. إيه اللي بتقوله ده يا باشمهندس؟ أنت مش عارف أنت ابن مين؟ أنت ما تعرفش المستشار ثابت سعيد بالنسبة لي إيه؟ المستشار ثابت سعيد ده سبب بعد ربنا في كل اللي أنا فيه ده. مش فاهم يعني إزاي أبويا سبب في كل ده يعني؟ أنا كنت مذيعة صغيرة في قناة مغمورة من القنوات دي اللي محدش بيشوفها. رئيس القناة طلب مني إني أعمل حاجة للقناة عشان تتشاف شوية. وأياميها بقى كان المستشار ثابت رفع قضية على وزير في الحكومة لو تفتكر. أيوة 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 أنا فاكر حاجة زي كده. ده قضية قلبت مصر بحالها حتى. كلمته وأنا ما عنديش أمل واحد في المليون إنه يوافق يعمل معايا لقاء في القناة. قلت له أجيلك المكتب أعمل معاك اللقاء. تفتكر رده قال ايه؟ وافق. مش وافق بس ده قال لي خليكي عندك وانا حجيلك اعمل معاك الحوار في القناة. انا ما شفتش في حياتي انسان بالاخلاق دي. وعايزة اقولك ان بعد اللقاء ده جالي عروض من اكبر قنوات في مصر وده كانت اول خطوة ليا كاعلامية مشهورة. الحقيقة أنا مش قادر أفتكر موضوع اللقاء الأولاني ده أو الحلقة الأولى اللي عملها معاكي دي. يمكن أنا طبعاً فاكر أنه عمل معاكي حلقات بعد كده وإنتي الإعلامية رقم واحد في مصر، لكن الحلقة الأولانية دي أنا مش قادر أفتكرها خالص. عشان كده مش قادر أفتكر موضوع الفضل اللي حضرتك بتتكلمي عليه يعني. لا ده المستشار ثابت عمري ما دعيته الحوار بعد كده ورفض. كان بيعتبرني زي بنته وكل اللقاءات اللي عملتها معاه بجد كانت سبب رئيسي في شهرتي بعد كده. ياه ده احنا على كده طلعنا قرايب. لا ده احنا اكتر من قرايب. وعايزاك تبلغوا اعتذاري اني ما كنتش بسأل عليه الفترة اللي فاتت، بس بجد انا كنت بمر بظروف صعبة جدا. انا عارف مصر كلها عارفة الظروف اللي حضرتك مرت بيها. كلنا بندعي لك الله يكون في عونك ويقويك. قولي يا باش مهندس عايزني في ايه؟ وانا طبعا شفت البرنامج الجديد اللي حضرتك عاملاه على اليوتيوب. فكره جريئه منك ان اعلاميه مشهوره زيك تعمل برنامج مستقل على اليوتيوب. المهم بس اتساب عشان اكمله. ولا حد هيقدر يعمل حاجه ولا هتبقى مكشوفه قوي. ولا يهمني انا خلاص من بعد موت ابني بايع حياتي. مش فارق لي حاجه ومش هقول غير الحق لاخر نفس فيا. انا بقى عشان مبدأ حضرتك ده قررت أدعي حضرتك النهاردة وأقولك إن أنا عندي مستندات مهمة لقضية فساد كبيرة قوي. وإنت إيه مصلحتك في كده؟ مصلحتي إن أنا أعرف مين اللي عمل كده في والدي. إيه اللي فكرك بالموضوع ده؟ محاولة قتل المستشار ثابت دي عدى عليها مدة طويلة قوي. جاي دلوقتي عايز تدور على اللي عمل فيه كده؟ ومين اللي قال لحضرتك إن أنا ناسي الموضوع؟ أنا من يوم حادثة والدي وأنا بدور وراه ومسيري هلاقي اللي عمل كده واخد حقي وحق والدي منه. معقولة يا باش مهندس؟ هو إيه اللي معقول؟ يعني راجل زيك مثقف ومهندس ديكور ومتحضر موقفك ده بيدل إنك بتؤمن بفكرة الطار. الطار لا واضح إن حضرتك بس مش واخدة بالك. أنا أبويا أهم حاجة في حياتي حرفياً. أبويا أهم حاجة في حياتي. حرم نفسه من حاجات كتير.
حرام نفسه ما موت على الدنيا كلها عشاني. حتى جواز حرم نفسه منه عشان أفضل في حضنه ويخلي باله مني. كل هدفه في الحياة إني يشوف ضحكتي وابتسامتي على وشي. أبويا ده مش أب عادي، مش أب عادي خالص. عشان كده أنا لو اديت عمري كله فدا تراب رجليه مش هيقضي. يا بخته بيك. بصراحة في الزمن ده صعب قوي إن الواحد يلاقي ابن بار بقبول الدرجة دي يا رائف. أنت بجد شخصية نادرة. الله يخليك يا فندم. مش للدرجة دي. شكراً على الكومبليمون اللطيف ده. خلينا نرجع لموضوعنا. عايز تقول إيه تاني؟ في الحقيقة الكلام اللي هقوله لك ده خطير جدا، وانا عشان وثقت في حضرتك وفي مبادئ حضرتك هقول لك كل اللي عندي، رغم ان انا عارف ان كلامي ده بيمس حد قريب منك. قول ما تقلقش، ده حتى لو ابويا الله يرحمه متورط في قضيه فساد هسجنه. في الحقيقه انا جات لي معلومه وعرفت تقريبا مين اللي عمل كده في أبويا. مين يا رائف؟ عز الدين نديم. عز؟ أخيرا رديتي تخرجي من البيت؟ أنا معرفش أنت كنت حابسة نفسك ليه يا زوزو؟ هو أنت عاملة عاملة ولا إيه؟ عاملة عاملة؟ أنت اتجننتي يا بت؟ أنت بتنسي إن أنا أمك؟ سوري يا زوزو بهزر معاك، بس بذمتك شايفة الجو تحفة إزاي؟ قعدة البيت دي بتجيب اكتئاب، اسأليني أنا. طيب يا حلو، اطلبي يا أختي اللي هتطلبيها عشان ناكل ونمشي. نمشي إيه؟ إحنا لسه جايين، أنا مش ماشية دلوقتي، دي خروجة. بصي بقى، المكان ده بيعمل لازانيا تحفة، وفوتوتشيني تحفتين. إيه بوتشيني ده؟ دي حاجة كده، كليها وعلى ضمانتي هتعجبك قوي والله يا زوزو. طيب خلصيني يا أختي واطلبي، وسيبك بقى من اللي أنت عمالة تبص فيه ده. عمالة أبص على زيادة فندي بشوفه منزل إيه على الفيسبوك. ايه ده؟ يا نهار اسود؟ ايه في ايه؟ فاكره الراجل اللي اسمه صبحي اللي لقوه مقتول في فيلته؟ ايوه ماله ده؟ في ايه؟ منزلين فيديو على الفيسبوك واحده بتجري عنده من الفيلا بعد الجريمه. ايه؟ بصي مش باين منها حاجه خالص. فعلا مش باين حاجه. بنت اللذينة قتلت راجل لوحدها؟ دي ست قادره. ما يمكن مظلومه. مظلومة ازاي يعني؟ انت مش شايفاها خارجة بكل هدوء وشايلة الشنطة؟ اكيد طبعا هي اللي قتلته. ما يمكن خايفة ولا حاجة. هو انت بتدافع عنها كده ليه يا ماما؟ وانا هدافع عنها ليه اصلا؟ وانا عارفها. وانا مش عايزاك تظلمي حد. انا مش بظلم حد يا ستي، وبعدين انا مش وكيلة نيابها يعني عادي. بس بقول لك ايه؟ الست شكلها شبهك من ورا قوي وانت ماشية. بصي امشي يا بت، امشي بلا ما اخبطك بده، امشي غوري. كل الاكل اللي انت عايزه تطلبيه. استني بهزر معاكي. تخيلي ان انا عيله ان انا جيت اقعد معاكي. طب اقعدي بس، استني امشي اتفرجي علينا الناس. يا زوزو خد اقول لك والله بهزر معاكي. استني تبقيش قموصه كده. بصي امشي امشي غوري. موضوع الاستروكس ده بقى خطير جدا يا حسام. فعلا يا فندم، وانتشر بسرعه غريبه جدا. ده غير حالات الوفاه اللي كل يوم اللي هي مرميه في الجنان والشوارع بسبب الزفت الاستروكس ده. ده غير اللي ماشيين تايهين في الشوارع وممكن يرتكبوا اي جريمه. وارد جدا. التحريات اللي عندنا يا فندم بتقول ان هو بقى يتصنع هنا في مصر. بيجي من بره مواد خام وبيتخلط هنا في مصانع وبيتكيس وبيوزعوه، عشان كده انتشر السرعه الفظيعه. يا ساتر يا رب. واضح ان ده من اصعب انواع المخدرات اللي واجهتنا. سعاده الوزير كلمني النهارده وكلمني في الموضوع ده مخصوص، واضح ان هو منزعج جدا. أوعدك يا فندم إن بأسرع وقت إن شاء الله هنوصل للمصانع دي وهنقبض عليه.
حسام، اسرع ما يكون. اوامر يا فندم. قول لي بقى يا حماد، ايه احلامك؟ يعني حضرتك جايبان المكان القاطع ده وعامله الافلام دي كلها عشان ثانيه الحلمه؟ يا ابني رد عليا وبطل نماض، ايه احلامك؟ نفسي ابقى مشهور، ابقى معايا فلوس كتير قوي تخليني احقق كل اللي انا عايزه. فلوس كتير قد ايه يعني؟ مليون جنيه مثلا؟ مليون جنيه؟ اه مليون جنيه. طب وليه اديهم لك؟ اخدمه برقبتي، بس مين هيديني المبلغ ده؟